السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. دلوقتي هنصور مع بعض فحص سي تي لامبر سباين، وهنعرف ازاي هنصوره. مبدئيا كده اروح على الاكزامينيشن من البيشنت، بجيب البراوزر واروح على الاسكتشلر، هجيب الحالة اللي انا هعملها، دبل كليك عليها، هيفتح لي قائمة البروتوكولات اللي انا ممكن اختار بينها. فاحنا هنروح لمنطقة السباين وهختار لامبر سباين ال اس اس وادوس اوكي. لود، الجهاز هيبدأ معايا يعمل لودينج عشان نبدأ نصور. هو بيديك الاوردرات تلقائي، هتلاقي ده تقول لك ستارت. دلوقتي احنا هناخد التوبوجرام وهيظهر معانا في صورة لاترال اللمبر سباين زي ما احنا شايفين. التوبوجرام ظهر معانا اهو لاترال. انا لو هصور لمبر سباين او ال اس اس عامة اللي هي لمبو ساكرال سباين، بغطي منطقة الساكرال لحد تحت اهو زي ما احنا شايفين، وأعد الفقرات بتاعتي 5 4 3 2 1. ممكن أجيب معايا 12 و11 صدرية. طبعا الجهاز يقدر يجيب معايا المنطقة دي كلها بسهولة من غير ما يبقى لود عليه، ما عنديش مشكلة، ممكن ناخدها كجزء دورسال سبايد. هدوس لود، الجهاز بيعمل الموفينج تيبل بريس موف، وهيبدأ ياخد القدس بتاعته. انا كده خلصت التصوير. قبل ما ابدا ريكون، هروح على الريكون بتاعي واتاكد ان السوفت بتاعي الكيرنل بتاعي على 30 ميديا سموث، ده للريكون اللي هو السوفت، والويندو بتاعي ميديا ستاينر، والريكون اللي بعده اللي هو هيكون البون 70 فيري شارب، والويندو بتاعي اوستيو. عندي اقل سلايس ممكن اللي هو 6 من 10، معايا من 1.75% و6 من 10. دي بتبقى سلايس كويس ان انا اقدر اخد عليها صوره بريزوليوشن عالي. فاحنا كده تمام خلاص. لما بتاكد ان فحصك كله تمام، هدوس كلمه ريكول، ومن هنا بدوس كلوز كارنت بيشنت، اوكي يس. كده بالنسبه لي بيكون الفحص انتهى. شكرا.